الأخت فريال من إنجلترا. أهلا وسهلا أخت فريال. ألو أخ نزار، سلام ونعمة المسيح معك. سلام أنا المسيح. أشكر الرب عليك وعلى كل البرامج اللي بتقدمها، برنامج أروع من الآخر. الرب يباركك أخي نزار. نشكر الرب، إحنا في الإيمان المسيحي ما عدنا الجهاد في سبيل الله، لأن الله ما يحتاج إلى ناس يدافعون عنه، لكن هو اللي دافع عننا، كما قال في الكتاب المقدس: أقاتل عنكم وأنتم تصمتون. أما الجهاد ففي متى إصحاح 24 عدد 43 قال الرب يسوع المسيح بسمه الطاهر: اسهروا إذا لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم. أي كونوا على استعداد دائما لمجيء الرب يسوع المسيح له كل المجد. وبالنسبة للاستشهاد يا أخ نزار، أيضا نشكر الرب، إحنا ما عدنا نروح نقتل للناس حتى ندخل إلى الجنة، لكن الاستشهاد عندنا اللي موجود في مرقس عدد 13 إصحاح 13 عدد 13 يقول الرب يسوع المسيح له كل المجد: وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، يبغضونه ويكرهونه ويضطهدونه وحتى يصل إلى القتل وتهديم الكنائس وغيره وغيره. لكن ماذا يقول له كل المجد؟ ولكن الذي يصبر إلى المنتهى سيخلص. فهو هذا الاستشهاد من أجل المسيح، مثل ما استشهد التلاميذ والرسل، وأيضا ما حدث. أبسط مثال يا أخي زرع 21 قبطي في ليبيا لما قتلوهم وما أنكروا إيمانهم بالرب يسوع المسيح واستشهدوا في سبيل إيمانهم. نشكر الرب على هذه التعاليم السامية. شكرا أخ نزار، الرب يباركك ويحفظك. شكرا كثير كثير أخت فريال. هو أنا بس ما أردت أن أظهر أنه من كل هاي الآيات لا يوجد أو لا توجد آية واحدة في العهد الجديد تدعو إلى القتال والاستشهاد والموت والتحريم والاستباحة والسرقة والقتل والجهاد والغزو. بالعكس، قال يسوع: مملكتي ليست من هذا العالم. لو كانت مملكتي من هذا العالم، يعني مملكة أرضية، لكان خدامي يجاهدون جهاد، لكن مملكتي ليست من هذا العالم. فهي حياة إنكار الذات وقمع الجسد، هي حياة الصلاة، يعني الجهاد في الصلاة. صلاة هون مش يعني صلاة 15 دقائق، الجهاد في الصلاة. احنا شفنا مثل يسوع المسيح من الجهاد في الصلاة، انه العرق ابتدى ينزل قطرات دم على الارض، وهذا ان دل على شيء بدل على الصراع والنزاع من اجل الاخرين، من اجل الصلاة. لانه ان المسيحية انتشرت من خلال السلام والمحبة والغفران، من خلال رسالة الإنجيل. آمنوا بيسوع المسيح وواجهوا الاضطهاد وأشد العذابات والألام، وبالعكس افتخروا بيسوع المسيح. وهذا هو التاريخ اللي بيشرف فعلا، بنرفع راسنا في يسوع المسيح.